من غير المفاجئ أن تدفع أزمة اللاجئين السوريين التي بلغت قلب أوروبا دول العالم باتجاه السعي لحسم ما في سوريا، لكن المفاجئ أن المبادر لتحريك البيادق هو روسيا التي نقلت بالفعل وحدات إسكان ضخمة ومركز رصد جوي إلى اللاذقية غربي البلاد. كما نشر ناشطون روس صوراً لم يتسنى لنا التأكد من صدقيتها لجنود روس في اللاذقية. واشنطن التي رصدت التحركات على أقمار التجسس توقعت أن يمثل ذلك بداية لتدخل عسكري روسي واسع النطاق في سوريا. وحدات الإسكان في سيناريو التخمينات ستؤوي نحو 1000 مستشار عسكري وستمهد لاستقبال معدات عسكرية ثقيلة ستستخدم لأغراض دفاعية وهجومية. السؤال الذي يقض مضاجع الأمريكيين الآن هو هجومية ضد من؟ موسكو التي تعمل كعادتها بصمت كانت قد قالت في مشاورات مع الأمريكيين والسعوديين الأسبوع الماضي إن من الضروري مواجهة مد تنظيم داعش في سوريا، كما قدمت روسيا طلبات لدول مجاورة لها للسماح بتحليق رحلات جوية عسكرية. لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف من أن التدخل سيصاعد الصراع، خاصة في ظل الشكوك بأن روسيا ستقاتل جميع من يقف في وجه حليفها بشار الأسد وتدعم موقفه في الحرب التي تركت له أقل من خمس الأراضي السورية. شكوك تدعمها تصريحات إعلامية حديثة للأسد قال فيها إنه واثق جداً من استمرار الدعم الروسي لحكومته. من جهة أخرى قال وزراء بريطانيون وفرنسيون إن حكومتيهم تخططان لشن هجمات جوية على أهداف لداعش في سوريا. لندن وباريس تشاركان في التحالف الدولي ضد داعش في العراق، لكنهما رفضتا في السابق شن هجمات في سوريا. موقف غيره الآن دون شك المد البشري الهائل من اللاجئين على حدودهما، وهو ما يجعل السؤال الأبرز الذي يربط خيوط الأزمة السورية اليوم يتعلق بكيفية تغير وجه الحرب مع التدخلات العسكرية الدولية المقبلة التي يمكن أن تكون متناقضة.